ليد كارد انت اسمه هذا، هذا اللي كان يجري ليد كارد اسمه هذا السيد هذا، والله نهار جاء يا مصطفى، والله يا مصطفى ما ذكرته ولا انتقدته ولا حاجه. هذا السيد نهار جاء جالبس قمه جابيده وجا تما كونفيرونس دو بريس ومولوديه والترجي والاهلي وكذا ومنا، لكن مرمت المولوديه تهضر على الترجي والاهلي، هذا يبيع ريح للناس، هذا التاريخ تاعو يعرفوا باسكو انت. ومن بعد واش يدير مصطفى؟ صون هضرك تبد في الدراهم، هو واش يقول؟ انت الشركه ما بديش دراهم، على بالي راك اعلامي خويا مراد خويا يونس ولا الاخ راهو هنايا، يتكلم يتكلم ويقول بلي شركه ما كاش دراهم ما كاش كذا. انت كنت تقول بلي مولوديا خلاص وحنا لازم كيما الترجي وكيما الاهلي ومولوديا صاير ريال مدريد كذا، يا معاك انت انتر كارتي ولينا انتر كارتي، هم دراري ياكلوا اوروبا في رواج يجيبوا الماكله من صون هضرك مصطفى. انا في بلاطو انا عم غير مصطفى ما كنتش نكذب على الناس حقيقه. مصطفى اليوم كلابه ومشرد اليوم الكلابه هذا، هذيك كيمياء ريزلت مصطفى، هذيك السجاره مغطيه، هذه باش نوليو بالماضي يا اخي، بالماضي السجاره اللي مغطيه اللي مغطيه فوتبول ناسيونال، فوتبول ناسيونال هكذاك، هذيك ريزلت اللي في المولوديه سي كلمه مراد سي بور سا. الناس انا ما حبيتش ندير لنا مصطفى معليش باش خاطر الكذاب مصطفى حبلو قصير ماشي طويل مصطفى.